الثامنة بتوقيت ليبيا، نشرة إخبارية مفصلة من 2018. البداية بالعناوين. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. محطة شمال بنغازي تطرح الأحمال وتتزود بنسبة في الكهرباء من مصر. جون كيري لابد من مشاركة قوات برية في الهجمات على تنظيم داعش. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. قال وزير الخارجية الإيطالي أن إيطاليا تسعى لاستضافة اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية في 13 ديسمبر بهدف التعجيل بتسوية سياسية بين الفصائل المتنافسة في ليبيا بما يمهد الطريق لمحاربة تنظيم داعش. وقال الوزير باولو جنتيلوني بمجلس الشيوخ: الحقيقة هي أنه ليس أمامنا الكثير من الوقت ولا نريد أن نمنح داعش مزيدا من الوقت، وأن إيطاليا تعمل من أجل لم شمل المجتمع في جهود النهائية. وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري لرئاسة الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد بجمهورية جنوب أفريقيا. وتأتي هذه المشاركة بناء على دعوة الوزير المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، حيث سيناقش الدايري على هامش هذا الاجتماع جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع نظرائه وزراء الدول المشاركة. حذر وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة من أن أي فراغ سياسي في ليبيا سيشكل خطرا على جميع دول المنطقة، وأكد العمامرة أن البلدان المجاورة هي الأكثر احتياجا لليبيا عندما تكون في سلام مع ذاتها كما هو الحال مع غيرها، مشددا على ضرورة تعزيز مكاسب الأشهر الأخيرة من خلال مقترح تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، مذكرا بأن الجزائر كانت قد شرعت في وساطة واعدة مع الفاعلين الليبيين قبل أن تسلم المشعل للأمم المتحدة على حد تعبيره. أكد مكتب الإعلام بشركة العامة للكهرباء اليوم أن وضع الشبكة بمدينة بنغازي والمناطق الشرقية سوف يتحسن بعد الساعة 5 مساء بعد توريد الطاقة من جمهورية مصر العربية. وأوضحت الشركة أن جمهورية مصر العربية سوف تقوم بمساعدة في تزويد المنطقة الشرقية بالطاقة كل مساء بناء على اتفاقية الربط بين البلدين حتى صيانة وحدات التوليد بمحطة الشمال. وقال مكتب الإعلام أن الشركة لجأت إلى طرح الأحمال عن مدينة بنغازي والمناطق الشرقية هذا اليوم نتيجة لوجود عجز بالتوليد في المحطة، وأن العجز يصل إلى 200 ميجا وات تقريبا. وكانت محطة شمال بنغازي بمنطقة الكويفية قد تعرضت للاستهداف بعدة قذائف دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر بشرية. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه لابد من مشاركة قوات برية سورية وعربية في الهجمات على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الضربات الجوية وحدها لن تهزم داعش. كيري تحدث بعد ساعات من بدء بريطانيا هجمات جوية على أهداف لداعش في سوريا، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة بعد نحو 3 أسابيع من هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصا. وقال في اجتماع بلغراد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: أعتقد أننا نعلم أنه دون القدرة على إيجاد قوات برية مستعدة للإجهاز على داعش فلن نتمكن من تحقيق النصر الكامل من الجو. قال مصدر حكومي اليوم أن مقاتلات بريطانية نفذت أولى ضرباتها الجوية على سوريا بعد ساعات من موافقة البرلمان على قصف أهداف لتنظيم داعش المتشدد في سوريا. وقال أن مقاتلات تورنادو أقلعت من قاعدة أوكتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص وشن ضربات على أهداف في سوريا ثم عادت إلى قواعدها، وتستخدم قاعدة أكروتري كنقطة انطلاق لشن هجمات على أهداف لتنظيم داعش في العراق منذ أكثر من عام. وكان البرلمان البريطاني وافق في وقت متأخر أمس الأربعاء على توسيع نطاق الهجمات لتشمل أهدافا في سوريا.
ومشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس السيد محمد شوبار المهتم بالشأن العام. سيد محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. نعم سيد محمد، بداية، هل تأخرت بريطانيا كثيرا في اللحاق بالقوى العظمى في ضربها لداعش في سوريا؟ أعتقد أن ضرب داعش تأخر فيه كل المجتمع الدولي، ليست بريطانيا فقط. طبعا ضرب هذا التنظيم يجب أن يكون على مستوى ربما أوسع، دون حتى مثلا اهتمام بضرب داعش الدول العظمى اللي تمثل طبعا في، سواء كانت الدول التي لها ارتباط طبعا بالحلف الناتو أو حتى الدول الأخرى المجاورة، لأن هذا التنظيم يشكل تهديد على الصعيد الأمني والصعيد الاقتصادي لكل المنطقة العربية، خصوصا الآن ربما المركز الرئيسي أو القوة الرئيسية الآن موجودة داخل مدينة طبعا العراق وسوريا. أضف إلى ذلك هناك صراع على مسألة ربما الهيمنة على المنطقة، منطقة الشام بالذات، سواء كانت من المعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي المتمثل طبعا في أوروبا وأمريكا. هذا أعتقد أنه ربما يشكل نقطة ضعف في مسألة ضرب هذا التنظيم. في اعتقادي الخاص أن الدخول إلى طبعا إلى على الأرض لمنطقة سوريا ربما سيؤجج ربما من وتيرة هذا التنظيم، باعتبار أن هذا التنظيم ربما يتلقى دعم كبير جدا، سواء كان على المستوى المادي أو المستوى حتى العسكري، الإمداد بالأسلحة والذخائر. أعتقد أن هناك خطوات ربما ستكون أنجع من هذه الخطوة، مسألة الدخول على الأرض، وهي مسألة تجفيف منابع هذا التنظيم، هذه النقطة الأولى. ويجب أن تكون هناك ربما في صورة معاهدة دولية بين دول المنطقة في مسألة تجفيف منابع، لكن سيد محمد دعم هذا التنظيم. نعم، هذه اليوم النقطة الأولى. النقطة الأخرى وهي نقطة غاية في الأهمية هي مسألة الضربات الجوية، وهي ضربات مؤثرة جدا، ولو أن هذه الضربات كانت ربما خاطئة في كثير من الأحيان، ضربت أعتقد هناك مناطق مدنية، هناك مساكن وأطفال، وهذا ما نشرته بعض المنظمات الحقوقية، وهذا أعتقد أن سيكون ربما في صالح هذا التنظيم، مسألة لأن نعم هل تعتقد سيد محمد وربما الرأي العام في مسألة هل تعتقد بأن مشاركة بريطانيا على هذا التنظيم سيد محمد؟ في اعتقادي الخاص أن الخطوات يجب أن تكون دقيقة سيد محمد، هل أنت في الاستماع إلي؟ محاربة هذا التنظيم سواء كان على مستوى الفكر أو مستوى السلوك، حتى لا تتوسع ربما دائرة دعم التنظيم، سواء كان من ناحية فكرية أو من ناحية الدعم المادي. نعم سيد محمد، هل تعتقد بأن مشاركة بريطانيا من أجل حماية نفسها من تنظيم داعش، أم أن مشاركتها من أجل كبح جماح التمدد الروسي في المنطقة؟ أعتقد أن الصوت انقطع. سيد محمد، هل أنت الآن في الاستماع إلي؟ لا أستمع لك أستاذ حسن. سيد محمد؟ سيد محمد؟ نعم. هل أنت في الاستماع إلي؟ الصوت انقطع. نعم، سنعود إلى سيد محمد شوبار متابع للشأن العام، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس. شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميدة حومة في فعاليات افتتاح الجلسات الدورة 67 للجان التنفيذية والمؤتمر 38 لاتحاد رؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقدة بجمهورية غينيا بيساو، وذلك لبحث العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها العمل على حماية استثمارات ليبيا في إفريقيا، بالإضافة لرفع الحذر عن تسليح الجيش الوطني لتمكينه من مكافحة الإرهاب في المنطقة.
تمكن خفر السواحل المتمركز بميناء مصفات الزاوية صباح اليوم وأثناء جولة استطلاعية بحرية من القبض على 250 مهاجرا غير شرعي وفي عرض البحر قبالة مدينة صبراتة على بعد 9 أميال بحرية، علما أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن زورقين مطاطيين، حيث تم تحويل المهاجرين إلى مقر سرية النصر ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى جهاز الهجرة غير الشرعية بالزاوية. نعود إلى سيد محمد شوبار المهتم بشأن العام عبر الأقمار الصناعية من طرابلس. سيد محمد، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا بك سيد محمد، فلنكمل حديثنا. إذن هل بريطانيا تحارب داعش فقط أم أن لديها أهداف أخرى، منها كبح جماح التمدد الروسي في المنطقة؟ أعتقد أن ما يحدث الآن في منطقة الشام سواء كانت في العراق أو في سوريا ربما هي حرب عالمية ربما تكون تحت الطاولة. الحرب بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي كان يعني منذ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ومسألة ربما إعادة تقسيم الملفات وهيمنة الدول، هذه الدول سواء كانت بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا على حكومات هذه الدول. هناك صراع حقيقة حتى في شمال أفريقيا سواء كان في ليبيا ومصر وتونس وبصفة عامة دول الربيع العربي، هي ربما إعادة تقسيم هذه الملفات بحيث تكون ربما لأمريكا العدد الأكبر من الدول على مسألة الهيمنة على أو إدارة هذه الملفات. في سوريا أعتقد أن صراع كبير جدا ما بين روسيا ودول أوروبا وحتى أمريكا في مسألة انتزاع هذا الملف، وهو ملف مهم جدا. ولا تخاف على مستوى هذه الدول من الصدام مع روسيا؟ لا أعتقد أن حتى مسألة دخول أو السماح لروسيا بالدخول لسوريا أعتقد أنها ربما فخ وضع لروسيا، وهي مسألة استنزاف ربما استنزاف اقتصادي لروسيا، خصوصا أنها أن روسيا يعني تعاني من هذا الملف. أعتقد أن روسيا ليست لها استطاعة، خصوصا تمتلك قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة طرطوس، وهي ربما القاعدة الوحيدة التي تقع في المياه الدافئة. كل قواعد روسيا هي في فترة الشتاء، ليست لها هي القاعدة الوحيدة ربما اللي تستخدمها، وهي قريبة من كل المنطقة سواء كانت شمال أفريقيا أو طبعا منطقة الخليج، وهي قاعدة مهمة جدا تحاول روسيا أن تحافظ عليها. وشاهدنا الدفاع والاستماتة بقوة على بقاء النظام السوري باعتبار أن النظام السوري المتمثل لكن في حال في حال أن في حال أن هذه القوة العظمى اصطدمت في سوريا أو كما حدث مع إسقاط الطائرة الروسية في تركيا، كيف نتوقع أن يكون المشهد بعد إذا حدث الصدام ما؟ مسألة إسقاط الطائرة الروسية هو ربما جر تركيا لحرب أو تصادم مع روسيا، بحيث طبعا نحن نشوف أن التنمية الاقتصادية اللي شهدتها تركيا ربما تشكل قلق للمنطقة الأوروبية. أيضا مسألة دخول الناتو على هذه المسألة، مسألة إسقاط الطائرة، شاهدناها وكان هناك تصريحات قوية جدا من قبل طبعا الرئيس الناتو. في اعتقادي الخاص أن مسألة هذا الملف أعتقد أنها ستنتزع من الملف الروسي، وخير دليل على ذلك هو ما صرح به جون كيري عن تدخل قوات برية القوات الأمريكية، عن تدخل قوات برية. لا أعتقد أن هناك قوات برية حتدخل، ربما ستدخل في نطاق ربما ضيق. هو تحدث نعم هو تحدث عن تدخل نعم هو تحدث عن تدخل قوات برية سورية وعربية في سوريا، وقال بأننا لا نستطيع تحقيق الانتصار من السماء. هذا ما هو قاله حرفيا. يعني هل سوف نشهد في الأيام المقبلة تدخل بري عربي في سوريا؟
هي مسألة ربما خلط للأوراق فقط، لا أعتقد أن أي قوة الآن هناك قوة منظمة كما شاهدنا في اليمن، هي مسألة خلط أوراق فقط، وهي مسألة استنزاف ربما اقتصادي لدول المنطقة سواء كانت منطقة الخليج وحتى ربما إذا دخلت تركيا في هذا الصراع. أعتقد أن سيكون من الخطأ الكبير جدا لأنه سيأثر على الاقتصاد التركي، وكذلك مسألة هي استنزاف أخرى للروس بحيث أن تبقى القوة العظمى اللي احنا عارفين أن أمريكا الناتج القومي متاحة حوالي 14.7 تريليون، وهي تحاول أن تحافظ على هذا المستوى بحيث تكون الدول الأخرى دائما هي في مؤخرة ربما التصدر. نعم سيد محمد، يبدو أن الغرب يفتقد، يبدو أن الغرب يفتقد في الأزمة السورية بتنسيق، يعني كل الدول التي تدخلت في سوريا تدخلت فرادى وليس كما حدث في ليبيا حيث تدخل حلف كحلف حلف الناتو. لماذا هذا التشتت في سوريا؟ تشتت في سوريا أن ربما طبعا اللي الحدث في ليبيا أن الدول الأوروبية وبالتحديد فرنسا وإيطاليا، وربما إيطاليا أتت متأخرة جدا، ولكن فرنسا وبريطانيا كانت في البداية وأعتقد أنها أعطت حوالي يعني 90 يوم، أعتقد لم تنجز فرنسا وبريطانيا أي تقدم على ليبيا حتى تدخلت طبعا أمريكا ودفعت حوالي أكثر من 70% من الإنفاق على عملية فجر الأوديسا. في سوريا اختلف الأمر تماما، أن هناك كل طرف من هذه الأطراف كان له توجه ربما مغاير ومختلف كثير جدا. طبعا بعد سنة 2012 وتحديدا في منتصف سنة 2013 تغيرت واتضحت هذه الاختلافات سواء كانت على المشهد السوري والمشهد اليمني والمشهد الليبي أيضا، اختلفت الرؤى واختلفت الأهداف، فحدث أو نجم عن هذا الاختلاف صراع ربما في مسألة تكوين الحكومات، في مسألة تكوين ربما أو التقدم في مسألة التحول الديمقراطي. نعم في سواء حال كان في ليبيا سواء كان في اليمن وأيضا حتى في سوريا. نعم في حال ضيق الخناق على داعش في سوريا، هل ستتحول ليبيا إلى أرض بديلة لتنظيم داعش؟ لا أعتقد، لأن طبعا ربما يعني العراق أعتقد أنها ربما ملاذ كان وله فترة أكثر من 10 سنوات لمسألة ربما التطرف على المستوى السياسي وحتى على المستوى الفكري والسلوكي، كان ربما جذور هذا التنظيم امتدت من العراق، وأصبح ربما حتى مسألة التطرف اللي كان في حدث في أوروبا وأمريكا وحتى التنظيمات الإرهابية اللي كانت في أوروبا وأمريكا كلها أصبحت الميدان الرئيسي وساحة القتال الرئيسية هي كانت سوريا. أعتقد كل هذه الأطراف وكل هذه ربما الجماعات كان لها دور كبير جدا في مسألة تأجيج وصناعة ربما تنظيم الدولة، اللي أعتقد أن تنظيم الدولة تقود أعتقد هناك بعض السياسات، وربما تكون أجهزة مخابرات لدول عظمى تقود هذا التنظيم من أجل تأجيج الصراع وعدم ربما ترك مجال لأي دولة لإقامة حكومة تكون موالية لها. هذا ما شاهدناه أعتقد في كل المنطقة بالكامل. أعتقد أنها هل ينطبق هذا مع الحالة الليبية؟ نعم هل تنطبق هذه الفرضية مع الحالة الليبية الآن؟ الحالة الليبية تختلف قليلا باعتبار أن منطقة ليبيا والجغرافية ليبيا لا تسمح بطبعا صراع من هذا الحجم، باعتبار أن ليبيا ربما الشاطئ الجنوبي لأوروبا، وخوف من أن يتنامى هذا التنظيم ويمتد إلى أوروبا أعتقد أن هناك رغبة كبيرة جدا من أمريكا وأوروبا في أن تستقر ليبيا. أعتقد أن ما لوح به جون كيري في الفترة الماضية أن هناك مؤتمر دولي للسلام، وأعتقد أن هذا المؤتمر هناك توافق، لكن على ما يبدو أن الغرب قد ترك تنظيم داعش يستفحل في ليبيا ولو كان في بعض المدن.
هناك اختلاف كبير جدا طبعا في تنظيم داعش اللي موجود في ليبيا وحتى اللي ما بينه وما بين اللي موجود في 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 سوريا، باعتبار ان هذا التنظيم ليست له اي قاعده شعبيه في في ليبيا، هو محاصر في مناطق محدوده جدا اعتقد. وحتى مساله ربما الدعم، هذا التنظيم الدعم كان على مستوى ضعيف جدا، باعتبار ان هناك كثير من الكتائب حاصرت هذا التنظيم الان في ليبيا، ليست له انشطه، اي انشطه خارج هذه المناطق، وهذا ربما يعطي حافز كبير جدا لمساله انهاء هذا التنظيم. يعني هل تعتقد بان اجتثاث تنظيم داعش من ليبيا يبدو اسهل من اي مكان ثاني مثلا في سوريا او العراق؟ اعتقد انه يختلف كثير جدا حتى على مستوى ربما اعداد هذا التنظيم قليله جدا. نعم. حتى الجنسيات التي تنتمي هذا التنظيم الجنسيات معروفه جدا. اعتقد ان مساله انهاء التنظيم في ليبيا اعتقد انها كانت ربما وشيكه جدا. شكرا جزيلا لك، وهذا ما لاحظناه. شكرا جزيلا لك سيد محمد الشوبار، متابع لشان العام، كنت معي من طرابلس عبر الاقمار الصناعيه، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. فعاليات معرض طرابلس للثمار وزيت الزيتون. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. محطة شمال بني غازي تطرح الأحمال وتتزود بنسبة في الكهرباء من مصر. جون كيري لابد من مشاركة قوات برية في الهجمات على تنظيم داعش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التأمت بطرابلس اليوم مراسم عودة الخزانات النفط للعمل، وذلك بافتتاح مستودع مطار طرابلس بشكل رسمي. نظمت الحفلة شركة البريغا لإنتاج وتسويق النفط وسط حضور رسمي على رأسه وزير النفط في حكومة الإنقاذ، الذي دعا في كلمة ألقاها الجميع لعدم إدخال إنتاج النفط في الصراعات والتجاذبات السياسية. أما فرج البهلول رئيس مجلس إدارة الشركة فقد أثنى على العناصر الوطنية الشابة التي وفرت حسب وصفه على خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقامت بمجهودات كبيرة لإنجاح إعادة التأهيل والتشغيل للمستودعات. افتتاح مستودع طرابلس، مستودع مطار طرابلس الدولي بحلته الجديدة، لنقف على مجهودات وتضحيات تواصلت عبر عام كامل من البذل والعطاء لأبطال شركتنا الأفذاذ، بعيدا عن الأضواء وصخب وسائل الإعلام، وأثبتوا أنهم دائما في الموعد. الخطة الطوارئ والإخلاء متمثلة في بعض الإجراءات اللي يتم من خلالها إخلاء الموقع، سواء كان المستخدمين أو لضيوفنا الحضور. تم توزيع مخارج الطوارئ على 3 مواقع، نقطة تجمع رقم 1 موجودة في شمال المستودع، نقطة تجمع رقم 2 موجودة في جنوب المستودع، نقطة تجمع رقم 3 موجودة في شرق المستودع. المكان وأكد وبشدة أن وزارة النفط والغاز حريصة على تسخير هذه الموارد لجميع الليبيين وتوحيد كلمتهم وتوحيد صفهم.
أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريغا لتسويق النفط فتحي الهاشمي عدم تلقي الشركة أي إخطار برفع الدعم عن الوقود، نافيا تغيير سعره ابتداء من شهر يناير من السنة القادمة. الهاشمي أوضح في تصريح صحفي أن عملية رفع الدعم لا تتم إلا بعد إخطار الشركة بذلك، وهذا لم يحصل حاليا، وذلك باعتبار شركة البريغا لتسويق النفط هي الشركة الوحيدة المختصة بمناولة وتسويق المشتقات النفطية على مستوى البلاد. هذا وكانت بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارا بتنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام برفع الدعم عن الوقود واستبداله بالدعم المالي بداية من الشهر المقبل. انتهى قبل ساعات اجتماع ضم 18 مدينة من المدن المتضررة من إغلاق الطريق الساحلي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا، ثلاثة منهم من المنطقة الساحلية وثلاثة من المنطقة الغربية الجنوبية وثلاثة من مناطق طرابلس وجنزور وعضوان من اللجنة العسكرية لجنة 11، حيث سيعقد يوم الأحد القادم لقاء حواري تقابلي بين هذه اللجنة ووفد من ورشفانة تحت رعاية قبائل ورشفانة وترهونة والمقرحة، بحيث يستمر الحوار 3 أيام من أجل فتح وتأمين الطريق الساحلي والطرق الداخلية لمنطقة ورشفانة وقدم الجبل. وصل أعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى مدينة زوارة تمهيدا لعقد ملتقى الحوار الأول للمجلس، هذا ومن المنتظر أن يعقد المجلس ضمن برنامجه التقابلي في زيارته الأولى لمدينة زوارة ملتقا موسعا مع مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والإعلاميين بالمدينة بقاعة فرحات العطوشي لمناقشة أهم القضايا التي تمس الشأن الأمازيغي الليبي. قال عادل طلح المسؤول عن إعداد التقارير في المركز الليبي لدراسات الإرهاب أن تنظيم داعش أقام معسكرا لتدريب الأطفال في سرت وجند حوالي 100 طفل وفتى دون سن 18 وأدخلهم في برنامج لغسل الأدمغة وتدريبهم على القتل والذبح والعمليات الانتحارية، وسوف يتم تخريج دفعات على التوالي بداية من يوم الغد. وأضاف طلحي أن المركز الليبي لدراسات الإرهاب شخص خطورة الأمر منذ عام 2014 عندما تأسست معسكرات وأشبال التنظيم في مدينة درنة. بتنظيم مركز التنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد افتتحت اليوم فعاليات معرض طرابلس للثمار وزيت الزيتون في دورته الأولى على أرض معرض طرابلس الدولي، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس لجنة إدارة المعارض وعدد من العارضين من مختلف المدن الليبية المنتجة لزيت الزيتون، ويستمر المعرض من 3 إلى 5 من ديسمبر الجاري. بادرة جيدة ونتمنى لها المواصل يعني المعارض باستمرار حتى نتعرف على الزيوت اللي في البلاد والزيتون اللي في البلاد، ولا شك ان المنتوج الوطني المحلي يشجع كل انسان يعني، ونتمنى تتكرر هذه المعارض يعني باستمرار حتى نتعرف على انتاجنا من الزيتون ومن الزيت والانواع الجيده والانواع الممتازه اللي في بلادنا نتعرف عليها. انا مشاركتي في المعرض نبي نطلعوا معنويا وليس حتى ماديا، ونبي نشجع الفلاحين ما يهملوا زيتونهم ويهتموا به، والفلاحه راهي الاساس، لا نفط ولا اي حاجه ثانيه. احتفل صباح اليوم التلاميذ وطلبة مدرسة الإشراق للذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة هون باليوم العالمي للمعاقين بمشاركة جمعية بيوت الشباب هون وفوج الكشاف بالمدينة وحضور كبير من أولياء أمور الطلبة وبعض الداعمين من أهل الخير لهذه المؤسسة التعليمية. واشتمل الحفل على ألعاب ترفيهية وتوزيع هدايا وإلقاء كلمات تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة اعترفت منذ إنشائها بأن الكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق
حقوق الإنسان وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هي أسس الحرية والعدالة والسلام العالمي. ومن هنا جاء الاحتفال السنوي باليوم الدولي للمعاقين تعزيزا لفهم القضايا المرتبطة بالعجز وحشد الدعم لكرامة الإنسان والرفاه للمعاقين. وتم اعتماد يوم 3 ديسمبر كيوم دولي للمعاقين بموجب القرار 374 الصادر عن الأمم المتحدة، وذلك من أجل سن تدابير لتحسين حالة المعاقين وتوفير فرص التكافؤ لهم. ناشئتان تطلقان معرضا اسمه نشوء في دار الفقيه حسن بطرابلس لمدة 3 أيام، واليوم يسدل الستار ختامه. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه التجربة الناشئة والمميزة. شابتان في عمر الحلم تخطو كل فراشة منهما بجرأة، ناشئتان تطلقان معرضا اسمه نشوء في دار الفقيه حسن بطرابلس لمدة 3 أيام، اليوم يسدل ستار ختامه في عمل ليس كما يظنه البعض ناشئا، بل متكامل الأدوات الفنية والثقافية وممتلئ بالإسقاطات والتعبير الفني عن الحالة، فتحضر فيه الغزالة وباب طرابلس القديم واللباس التقليدي الليبي في رسالة مقاومة لكل تلك الأفكار الدخيلة. راوية الككلي طالبة طب، وتقوى برنوسة طالبة في كلية الفنون، مهووستان بالفنون الجميلة، تعلمنا من الشارع وانطلقنا من كواليس البيت ومن ثقافتهن واطلاعهن الخاص، في رسالة إلى أن هذه البلاد التي دونت فيها أول كتابة عرفها التاريخ في جبال أكاكوس ساحة مفتوحة للإبداع. احنا بدأنا المعرض بكلمة نشوء لأن هو نشأة جديدة لمرحلة جديدة في حياتنا، نحاول بقى أن نبنوا رحلة فنية طويلة إن شاء الله. فكرة المعرض جد أن احنا كنا نرسمه مع بعض أنا وراوية، فكنا نديره في أكثر من لوحة، فكرنا احنا نديره معرض نوروا الناس أعمالنا، الناس جي تشوف منها، الناس يجوا ينتقدوا يقولوا شنو صح شنو غلط، منها نديروا اسم لشغلنا. هذا المنظر الذي يشرح الصدر هو ما يمثل واجهة البلاد، وهذه الإرادة الناشئة خصوصا أنها إرادة نسائية في مجتمع ذكوري، والتي فاقت شجاعتها خبرة تشكيليين كبار افتقدوا إلى الجرأة في نشر إبداعهم على الحوائط ضاربين بها أيما قد يترتب على الأمر. تمثل راوية وتقوى بهذا التحليق المشترك نقلة جديدة في نوعية المستقبل الفني في ليبيا، خصوصا وأن الرسم الذي يحاكي جمال الفكرة وجدتها يخترقه خط مثقف يعرف في وقت قلت فيه القراءة روائع ابن الفارض الذي يبدو في اللوحة وكأنه يناجي الوطن. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد الفاصل. المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم 32 مركزا في تصنيف الفيفا. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. محطة شمال بنغازي تطرح الأحمال وتتزود بنسبة في الكهرباء من مصر. جون كيري لابد من مشاركة قوات برية في الهجمات على تنظيم داعش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تعرفت السلطات الأمريكية على هوية رجل وامرأة يشتبه أنهما شاركا في إطلاق نار أودى بحياة 14 شخصا وأدى إلى إصابة 17 آخرين بمؤسسة للخدمات الاجتماعية في ولاية كاليفورنيا أمس، وقتلا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وقالت السلطات أن الرجل يدعى السيد رضوان فاروق 28 عاما والمرأة تشافين مالك 27 عاما. وقال قائد شرطة البلدة أن فاروق أمريكي المولد وموظف في المقاطعة، حضر حفلا في مركز أينلاند الإقليمي وثم غادر وفتح النار على المحتفلين، وذكر بأنه يعتقد أن فاروق وتشيفن هما وحدهما من أطلق النار في الحادث الذي يعد الأكثر دموية من نوعه منذ المذبحة التي حدثت في ديسمبر عام 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية.
قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم الخميس أن بلاده سترسل 8 طائرات حربية أخرى إلى قاعدتها في قبرص للمشاركة في ضربات جوية تستهدف تنظيم داعش في سوريا. وأضاف فالون لهيئة BBC: نضاعف اليوم قوة الضرب، الطائرات 8 الإضافية تحلق في الأجواء الآن في طريقها للقاعدة التي قال بأنها تتكون من 6 مقاتلات تايفون وطائرتي ترونادو. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن تركيا ستندم أكثر من مرة على إسقاطها قاذفة روسية قرب الحدود السورية التركية، مضيفا أن موسكو لن تتجاهل مساعدة أنقرة للإرهابيين. وفي إشارة موجهة للغرب قال بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي أن على الدول ألا تطبق معايير مزدوجة مع الإرهاب أو تستخدم جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها. مشاهدينا الكرام، الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل مهند نجم. شكرا لك مهند. مشاهدينا، شهد هذا العام العديد من الأحداث المفرحة والمؤسفة أيضا في بعض دول العالم، أبرزها الأحداث الإرهابية التي تصدرت المشهد في الربع الأول من هذا العام، ومن بينها أحداث متحف باردو في تونس والهجوم على صحيفة تشارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس. فلنتابع. قبل الختام، هذه جولة على درجات الحرارة وأحوال الطقس لهذا اليوم في بعض المدن الليبية. وصلنا إلى ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز العناوين. اجتماع دولي في روما لبحث الأزمة الليبية. محطة شمال بني غازي تطرح الأحمال وتتزود بنسبة في الكهرباء من مصر. جون كيري: لابد من مشاركة قوات برية في الهجمات على تنظيم داعش. مشاهدينا، يمكنكم دائما متابعة الموقع الإلكتروني للقناة 218tv.net ومتابعة البث الحي على الموقع ذاته. إلى اللقاء.